يعطيك العافيه خالد، معنا مدير المركز الاعلامي بنادي الهلال الاستاذ عبد الكريم الجاسر. استاذ عبد الكريم، بعد نقول اجازه ويكند كانت صعبه على الهلاليين، مباراه اليوم كيف حتكون اعلاميا بعد الضغوط؟ هل حتزيل الضغوط؟ والله يعني اولا نحمد الله سبحانه وتعالى على تحقيق الفوز، يعني ما في شك انه كانت مرحله صعبه وتجاوزها الفريق وانتزع فوز مهم يعني منح صداره الدوري حتى الان. نتمنى ان شاء الله انها تكون انطلاقه لنسيان الماضي ونشوف تصحيح الاخطاء، وان شاء الله انه يعني كل الضغوط الاعلاميه يعني تنتهي. والطبيعي انه يعني في كل يوم تبتعد فيه عن المباراه اللي تخسرها يبدا الامر يعني بالامر الطبيعي. كره القدم فيها فوز وخساره، ما في شك الجميع متالم، الجميع حزين، لكن الحياه لن تتوقف. اليوم اكد لاعبو الهلال انهم ايضا يعني قادرين على تجاوز المباراه والمنافسه القويه على بطوله الدوري، وهم عودونا على دائما انه في كل موسم في انجاز. نسال الله سبحانه وتعالى ان هذا الموسم ايضا يكون موسم انجازات. بعد الثوره الاعلاميه اللي صارت بعد خروج الهلال، بعد كذا صار طلعت بتصريح لما ذكرت انه مسائق الباص في الهلال ممكن يكون اشهر من احد اللاعبين او الاعلاميين بعض لاعبي الانديه الاخرى، رده فعل برضه كيف شفتها؟ كيف شفت رده الفعل الاعلاميه للتصريح؟ والله يا اخي انا شوف، انا لا اتكلم دائما بالشيء اللي انا مقتنع فيه ورايي بدون ما يعني اسال او اخذ اراء الاخرين او حتى يعني اتاثر فيها. بالنسبه لي يعني اي انسان عنده فهم وثقافه ومعرفه يدرك ان هناك صيغ مبالغه، وانا قلتها في الحلقه، قلت ان هذه يعني كصيغه مبالغه، يعني من باب المبالغه انت تذكر شيء عشان توصل مفهوم الفكره. فانا قلت انه قد يكون سائق الباص في الهلال اشهر من لاعبين بعض الانديه. طبعا بعض الانديه تشمل عندك من النادي بطل الدوري الى الرقم 153، وهذا شيء طبيعي، لكن في ناس تبحث عن اي شيء حتى تعلق بعبد الكريم الجاسر او تشرخ العلاقه بين عبد الكريم الجاسر وبعض الجهات. ولكن بالنسبه لي انا يعني الجميع يعرفني ويعرف يعني كل كتاباتي ولقاءاتي، ما فيها اي مجال لمثل هذا الامر. يعني هي اراء وجهه نظر، من يريد ان يتقبلها يتقبلها، من لا يريد هو حر كما انني انا حر. في اخر سؤال، عارف الحر صعب، تقول حر ورطوبه وكل شيء، انت تقول يمكن رده الفعل حتخف بعد الايام. انا اليوم صدفه وانا بحضر المباراه اتفاجات بعناوين غريبه، الربيع الهلالي، يمكن لكتاب كثير لسه الموضوع ابدا، والتحليل انه الاداره وانه لازم تطلع اسباب الخساره، الموضوع لازم ما يمر مرور الكرام. ككتاب راي، والله للاسف انه اصبح الموضوع يعني في نوع من القضيه الشخصيه، انه في ناس يعني يحاولون يستغلون الوضع. قضيه شخصيه مع مين؟ قضيه شخصيه مع اداره النادي وعلى تحديدا الامير عبد الرحمن بن مساعد، لانه يعني في مواقف مكشوفه وواضحه لا تريد ان تقبل باي تبرير، وكانهم يريدون يقولون يجب ان يذهب الامير عبد الرحمن بن مساعد، وهذا الامر غير منطقي وغير صحيح. ولا يمكن انه شخص او شخصين او عشره يعني يجعلون اي شخص يغادر طالما لم يقدموا المبررات الصحيحه. للاسف انا لم اقرا مقال واحد يشخص الحقيقه. يمكن اليوم الاستاذ عبد العزيز الهدلق في جريده الجزيره كان من افضل الاراء اللي ذكرت، وكان في امانه ومصداقيه وحقيقه، لكن البقيه هي مجرد عواطف، مجرد مشاعر توجه ضد هذا وذاك، وهي لا تفيد الفريق ولا تخدمه. ولذلك اتمنى ان يكون في اراء صحيحه ممكن ان تنفذ في الوقت المناسب وليس حاليا. الفريق الان قد اكد للجميع انه متصدر الدوري وحتى ويسير بطريقه صحيحه. لو شفت الفريق كله يمكن 6 أو 7 أو 8 لاعبين عناصر شابه، هذول ان شاء الله خلال 3 أو 4 سنوات سيكون لهم شان كبير حتى على مستوى اسيا، وهذا اللي نتمناه ان شاء الله. يعطيك العافيه، والله يعني على الحر والرطوبه. شكرا لك. الله يحييك. شكرا للاستاذ عبد الكريم الجاسر، رياض في الطرف الوحداوي. رياض.